السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم متواجدة في هوما مول. هوما مول موجود في سانت أوغستين، والتي تبعد عن مدينة باد جودسبرغ حوالي 20 كيلومتر. هذا المول بني حديث قبل عامين تقريبا. طبعا هذا المول كان قديما مول قديم وصغير، فكبروا وعملوه كبير بأحدث التقنية، وكذلك بنوا العديد من الباركينات فيه، بحيث ان الواحد لما يجي يبركن يحصل على طول باركينج، وسعر الباركينج جدا رخيص، وكمان في أول ساعتين ببلاش ممكن تبركن ساعتين كاملتين كوستلوس ببلاش. هذا مجسم للهوما، مجسم لكل مبنى. شوفوا كيف كبير ما شاء الله، بنوا حاجة كويسة. وبالنسبة للوصول إلى هذا المول جدا سهل من باد جودسبرغ، ممكن تطلع أي قطار، يعني القطار الاشتراسنبان الصغير، مش قطار الكبير، الاشتراسنبان او الاوبان اندر جراوند، ممكن من باد جودسبرغ الى بون سنتروم الى السنتر. ممكن تاخذ بعدها القطار اللي هو 66 المتوجه الى زيغبورغ. هذا القطار بيوديك، بيمر على سانت اوغستين على منطقة الهوما. هناك بالضبط في محطة خاصة بهذا المول واسمها هوما، ممكن تنزل فيها وتجد المول أمامك. كمان موجود محل مولر. هذا المحل طبعا لا يتواجد في كثير من المناطق، فقط في بعض المناطق في نوردهايم فيستفالن، وهو كويس جدا وانصحكم فيه. يعني في اشياء، في عطورات ماركات، في اشياء حلوه ورخيص، اسعارها معقوله. يعني
وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للدعم، وإذا عجبكم الفيديو لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وتشوف.